صفاء كل يوم بتروح الجامع، بقت رايقة. الحمد لله. الحمد لله. وامك مسكت زكية ودتها كلمتين من المنجي. كيف؟ فاكرة نفسها أيام زمان، ما نسياش أبدا إنها كانت متجوزة قبل أخوك وإن أبوها كان بياع كبدي. غنيمة، مش قلنا بلاش الكلام ده؟ ما عاوزينش تتكلموا على حد، محدش فينا خالي. جنايه هيبه، وانا كل ما فضفض معاك بكلمتين تقول لي كده؟ امال عايزني اتكلم معاك في ايه؟ تكلمينا عن غنيمه دلوقت، وقت غنيمه. كلامك حلو وعجيب. انا سمعت شيخ كبير قوي، ما فكرش رحت له ليه، لكن فاكر بصته يا غنيمة، بص في عينيا وقال لي شوف يا ولدي، الهوى للناس كلها، ربنا فضله كبير، ما حدش يدور على هوى غيره، كل واحد يخليه في هواه. وانتي هوايا غنيمة. ده انت اللي نور عيني وسيدي وتاج راسي وعمري كله. امسكي. ايه ده؟ شغلي الاسطوانة. ماشي. ملاش عشان خاطري. خاطرك غالي يا غالي. طز 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 في كل حاجة. طز 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 في البحوات، في الأمهات، العبهات، طز في كل حاجة. طز 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 فيها، طز حتى في التعويرة الفناخيري. طز طز في كل حاجة، طز في البلد باللي فيها، طز في البلد باللي فيها، طالما ما حدش شايفني ولا قدام البحر لوحدي اهو. انا قدام البحر لوحدي، انا قدام البحر لوحدي وبغرق فيه لوحدي، محدش شايفني يا سامي، محدش شايفني. اخويا الزغبان، انا السجن مرمي وما عملش اي حاجه. لا عمل يا روح امي. ما عملش. عمل. ما عملش. ما عملش. اخوك قبض. ما عملش. ما عملش يا سامي. ما عملش. ما كله كان على يدي. قبض، واللي قبض يعني باع، واللي باع بقى ملوش حق يعيط. طب ما انت وافقت وقبضت واشتغلتها عند الاغنية. انا نفسي قبض. يبقى مفيش داعي بقى للعياط. انا هرجع في البيعه يا سامي تاني. هرجع في البيعه ومش هشتغل هنا. عايز امشي بقى على رجلي تاني. نفسي امشي على رجلي. عايز ادوس على اسفلت كده يا سامي. عايز ارجع تاني. وحشتني القهوه. وحشتني الناس اللي قاعدين على القهوه. وحشتني الحريه يا سامي. وحشتني قوي قوي. جرى ايه يالا؟ في ايه؟
انت سكرت؟ لا سكرت. بص اخوك مهما اتسجن ايوه وانت واخوك مهما اشتغلتوا طول عمركم هتفضلوا جعانين، فيها ايه بقى لما نقبض؟ وتضمني انت يا سامي انت ان الايام تجري تاني من غير شر. ضمني ان اخويا زغبان يخرج من السجن سليم. تضمني انت يا سامي اني ما بيعش تاني، ابطل ابيع تاني. تضمني احنا نرجع نضحك تاني يا سامي زي الاول. تضمن. بص يا سند، انا اضمن لك ان انت تفضل عايش طول عمرك شبعان، عمرك ما تجوع في حياتك. بس الايام دي بقى ما اقدرش اضمنها لك ابدا. انا هرجع في البيعه تاني يا سامي وهرجع الفلوس للناس. خرج اخويا زغدان من السجن. خرج من السجن زغدان غلبان زمانه دلوقتي قاعد في السجن بيكره السجن ويكره الحبسه ويموت في الحريه. ياما الفلوس حبس الناس يا سامي. سند بص اسمعني، ترجع؟ لا خلاص الموضوع انتهى يا حبيبي. عارف لو رجعت ايه اللي هيحصل؟ هتخسر كل حاجه، هتخسر الفلوس واخوك وتخسرني انا كمان. اللي يرجع يا سند العربيه تدوسه، اللي يرجع يعني يموت خسران، وانا ما اقدرش ارجع لك امبارح بتاع زمان يا سند. الله الله الله، في ايه يا سند مانع؟ راح فين؟ انت حران ولا حاجة؟ هعوم هعوم يا سامي هعوم، هنزل البحر هعوم لحد مغرق، أنا مش قادر أمشي على رجلي تاني يا سامي هعوم. من غير أرض تغرق يا وحش، محدش يقدر يعيش من غير سقف. أنا يا سامي كذاب. أنا مش كذاب. كذاب مش كذاب كذاب مش كذاب مش كذاب يا سامي مش كذاب مش كذاب. أنا ماليش بابا ولا سند ولا سيد. أنا ماشي ثلاثة لتر جاز وبنفخ في النار والناس بتسقفني سقف سقف سقف. شكرا اوكي برافو. وكأنهم بيحلموا ان ينفخوا في النار زي انا، وكأن انا بحلم ان اقعد مكانهم. اقعد مكانهم يا سامي. سقف لك يا سند، سقف لك. ده سقف يا سند، ده سقف يا سند. سقفك يعني حلمك، حلمك يعني سقفك، ومن غير حلم تموت يا سند. تموت؟ لا 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 يا سامي، انا قلت لك سقفك انت غيرنا، انت سقفك كين، انما احنا سقفنا الشمس والقمر. طيب يبقى خلي بقى الشمس تاكلك وخلي القمر يونسك يا سند. انا هنزل في البحر يا سامي، مش قادر اسكت مش قادر. انا هنزل واحد واحد. انا خلاص قفشت مني في اي حاجه. اغرق يا سند اي حاجه، بس لما تغرق بقى وتتعب ابقى اندهلي، ولما نفسك يروح ابقى صرخ، ولما البحر يعلى عليك صرخ زياده صرخ عشان كلنا نيجي وننقذك، عشان ما تغرقش عشان ما تغرقش. يا فندم. لا يا ابدا يا فندم، لا سامحك. لا 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 مفيش حاجة، أوامرك. حاضر يا فندم حاضر. الله يخليك.
عاوزك في كلمتين. أومر يا فندم. حضر نفسك علشان هنرجع نشتغل من يوم الجمعة تاني. اشتغل؟ اشتغل خلف بيه؟ أيوه هنشتغل يا سامي. إيه؟ أمال هنقعد نبتسم للأجانب ونفرش لهم المناديل؟ أنت عارف أنا ماليش غير في التجارة، والتجارة شطارة زي ما بيقولوا. ها؟ طب بس إحنا عايزين نهدى يعني، الموضوع إمبارح لسه ما بردش. لا خلاص خلاص، أنا كلمت الناس وهم هيبعتولنا الحاجة. خلاص، وعايزك تحضر نفسك من هنا ورايح، الشغل هيزيد الطقطقين، وزي ما بيقولوا اللي خايف ياخد خلجاته ويروح. قومي نامي يا ورط اخوي، ايه اللي نزلك وانتي تعباني؟ معرفاش مالي، الظاهر كده عندي صداع. صداع برتك يا ام اميني؟ صداع والله يا خيتي. عارفين الصداع ده؟ قومي يا غنيمه نامي، قومي يا اختي. ايه مالكو؟ جرالكو ايه؟ واحنا هنكدب ليه؟ قالت صداع يبقى صداع صح. ما هو مش كل الصداع يا خيتي بيجي من الخوتي، ساعات الصداع بيجي من الحلال. الحمد لله طفحت. اما اقوم انا بقى. رايحه فين يا ام الولاد؟ راح اطمن على الولا عطيه، اصل سافر ويا مراته بقاله 10 ايام. ربنا يهنيهم يا رب. تصدقي يا اختي نسى امه. وحاكم ملهوش نصيب من السؤال؟ حاكم اسم الله عليه. هو في زي حاكم؟ ده سيد الرجاله يا اختي. عن اذنك يا نسوان. صباح الخير يا كريم. صباح يا امي. ايه دي خالتي كريمه؟ جيت امتى يا خالتي؟ عشي. امك بتشتكي من سهرك يا كريم. سيبيني يا خالتي افطر وبعد كده نبقوا نحكوا على راحتنا. غنيمه، جوزك راح فين؟ نايم ولا راح فين؟ كان عنده صداع، كان عنده صداع برضك امبارح، فضل مسهرني لحد الفجر. اتوحش اخويا امين، راح يطل عليه، الظاهر عايزه في موضوع. ايه فكرتني باللازم مضى يا امين. الناس بتحب تنسى بذمتك زمان. لو حد عيان وجبنا له حته جبنه رومي وحاجه سريعه مش كان بيخف؟ كنا نطلع سوق التلات ندوروا على بتاع البرتقال في الشتاء، وفي الصيف الفراولة والمشمش والمانجا، كله ورا بعض مش مع بعض. كله على العربية، تخلص الفراولة يطلع المشمش. بالوقت الصوبة خلت اللي في الصيف تاكله في الشتاء، واللي في الشتاء تاكله في الصيف. مبقيش في حاجه اسمها مواسم، ولا بيجي فيه نفسك في ايه تاكل. لا 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 لا، كله مع بعض، برتقال فراوله كله، وما حدش ليه نفس. البركه يا هيبه، دور على البركه، يكتر القليل ويحلو العفش ويتلون. مين ورايا يا امين؟ مظلومه وجايه تشتكي وعاوزاك واسطه. معقوله اللي انت فيه ده يا هبه لسه بت بتهزك كده؟